طبقة طبعا هي اللمعة، فأنا هي الطبقة طبعا هي اللمعة، تمام، هي أول طبقة، هي ثاني طبقة، هي ثالث طبقة، تمام، يعني أنا هيك بمشي. فنحن لما نكون عم نحكي عن أول طبقة نصب هي الطبقة، هي الثانية، هي الثالثة. هلا نحن بالأوردة أو خلينا نحكي عن في عنا أوعية وفي عنا القلب، تمام. هلا تذكروا الأوعية نحن قسمناهم لثلاث طبقات، تمام. أول واحدة اللي هي الداخلية شو سميناها؟ الغلال الباطنة، أو مسمينها التونيكا انتيما، انتيما، تمام؟ هاي أول واحدة. الوسطى شو سميناها؟ ميديا. التونيكا ميديا، تمام؟ الثالثة شو سميناها؟ أدفنتيشيا، تمام؟ خلينا نحكي هيك، هلا نسونا القلب، نحن عم نراجع هي نطبق. التونيكا انتيما شو بتتكون؟ سمس كونس. هي من شغلتين، بتتألف أول شيء من البطانة، طبعاً التركة أنت ما نحن نسميها البطانة، الاسم الثاني إلها هي الإندوتيريوم. التركة أنت ما هي السيمبل سيكونس، تمام، تحتها شو بتكون الكونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو، تمام؟ يعني سب إندوتيريوم كونكتيف تيشو، أنا ما يعني أنا عم بحكي مشانكم يعني، لو لا أنا مش حاطهم كاميرا، تمام؟ هدول مجموعة شو بنسميه التركة أنت ما. طيب التركة ميديا التونيكا ميديا الحصري، تمام، هي سموث مصر، تمام. هاي اول واحده. الثانيه هي فايبرز اللي هي نوعين، اما كولاجين او الاستيك او الاستيك او الاستيك فايبر، تمام، هذول هي. طيب التونيكا ادفنتيشيا، تمام، هي كونكتيف تيشو، تمام، طبعاً الكل يكتشف وحنا نشوف فيه ف ممكن نشوف فيه هنا بلاد بزل هذول ممكن نشوف نحن بنشوف كأجيال تشيء بشكل عام. طيب هلا يعني في داعي نحكي إنه شو الفرق بين بين المرن والعضل ولا بتعرفوهن؟ في بتعرفوهن يعني عرفنا إنه الفرق الأساسي بيناتهم وين بيكون؟ التونيكا ميديا لما يكون في عندنا السموث مسل هو الأغزر هو المسيطر، معناته نحن عم نحكي عن ماسكلر أرتري، ماسكلر أرتري. بينما لما يكون في عندنا غزارة بالألياف وخاصة ألياف الإلاستيك، معناته نحكي عم نحكي عن برد. هلا القلب كمان في عندنا القلب ثلاث طبقات. هلا هاي القلب، تمام، هاي بطين هاي بطين. هلا نحن هي الجوف، تمام، وهي الطبقات، يعني راح نعرف نحن من هون الصغار، من هون الطبقه العضليه اللي هون بالقلب بنسميه تراوم، تمام. يعني نحن بتختلف عندنا التسميات، ما عاد الاول تونيكا تونيكا تونيكا، القلب التسميه بتختلف. الطبقه المتوسطه او الباطنه شو بنسميها بالقلب؟ صغار اللي اسمها انتو كارديو، تمام. الوسطى شو بنسميها؟ عضلة ميو كارديو، تمام. الثالثة شو بنسميها لما هي طبيعة القلب؟ هي يعني عضلة القلب مثل أي جوف دائما لازم يحيط فيها وريقة، وهي دائما في عندنا سائل، هذا السائل هو اللي يعمل حركة القلب إنه حتى ينزلق بسهولة، تمام. هاي الطبقة الثالثة بنسميها نحن البيري كارديو، تمام. هلا نشوف كل واحدة شو بتتكون. الانتروكارديوم شو هي؟ مثل البطانة، حنشوف هي بطانة سيمبل سكوامس تحتها كونكتيف تيشو، تمام. الميوكارديوم من اجل لانه في لسه حكي، البريكارديوم شو بتكون؟ كمان هي كونكتيف تيشو، تمام، كونكتيف تيشو. بس هو اللي بيميز بقول لكم انك حنشوف في كمان معاه فات، وحنشوف في عندنا بلاد فيزلز، تمام؟ بلاد فيزلز شو معظمهم حيكون؟ كورونري ارتري، يعني معظمهم حتكون شرايين اكليليه، تمام؟ معناته انا لما اطلع على مقطع في بريكارديوم شو حشوف؟ حنشوف نحن هون كمان مزيد دم، حنشوف اوعيه صغيره هي اوعيه الاوعيه، وحنشوف في عندنا شوية خلايا شحمية، تمام؟ هذا يعني أنا كيف بدي أميز؟ لو قلنا لكم نحن جبنا لكم مقطع، قلنا لكم إنه
أبشرنا لكم إذا كنت تعرف إنه أنا عم أبشر على شغاف ولا على طابور من النسيج الشحمي. تمام؟ لما أشوف نسيج شحمي، لما أنا أبشر لك على مقطع ويكون هذا مقطع بعضلة القلب وأنا أبشر لك نسيج شحمي، معناته أنا بدي تقني إنه هذا البريكارديو. البريكارديو مبين جوف، حتشوف صفحة السقوم بس تحتاجكم إنك تفتشوا. تمام؟ اجينا للميوكارديوم. الميوكارديوم بتتذكر ما احنا حكينا عنه، وقلنا هي بنشوف الالاف صفاتها خلايا عضليه قلبيه، خلايا عضليه قلبيه. تمام؟ بنسميها كارديك مصر. شو هاي الصفات بتتذكروا؟ عباره عن خلايا اسطوانيه قصيره ومتشعره. تمام؟ الفيولا انزيمية. شو ما يستر كمان فيها شو؟ تخطيطات عرضانية. عرضية. طيب النواة مركزية ومركزية بيضاوية. تمام؟ مركزية التوضع. فيها مميزة إنه في عنا هالة اللي هي حواليها. تمام؟ سببها انحلال الأوليكوجين. ترتبط مع بعضها البعض الخلايا بشو؟ بالخطوط السلمية اللي هي الانتركليت الديسك. نحن عم نذكركم الشيء اللي انتم بتعرفوه. طيب في شيء جديد اليوم، هي بس شغله انه في نوع من انواع هي تابعه للالياف العضليه القلبيه، هي بنسميها نحن خلايا بورتينج. تمام؟ خلايا بورتينج شو ميزتهم؟ شو الفرق بينهم وبين الميوكارديوم؟ بيختلفوا بالشكل وبالحجم. تمام؟ البورتينج بس بدي تعرفوا بس انه اذا انا هون عم بحكي عن شغاف. تمام؟ هذا الشغاف هي بتكون هون عم تصطف اقرب للشغاف، وهون حنشوف الالياف العضليه القلبيه، هون حيكون التمر. نحن بندور على البوركينج هون. تمام؟ هي ميزتها انه خلايا حجمها اكبر، بتكون مضلعه. خلينا نرسمها هيك لو هي بتكون هي خلايا مضلعه. ميزتها انه بتكون على المحيط قاتمه. تمام؟ ومن المركز بتكون مليئه، ودائما في عندنا النواه مركزيه التوضع. تمام؟ حواليها هالة لنفس السبب، لأنه هي خلايا عضلية، فحيكون في عندنا كولاجين من غليكوجين من حلب التحضير. تمام؟ بس دائما كونتورها بيكون داكن، والمحيط أو المركز فاتح، لأنه الليفات العضلية بيستأنى بتتكثف على المحيط. تمام؟ هدول خلايا بوركينج، هذا الشيء اللي راح يعني بالقلب هيك حيكون. طيب هلا بس راح نحكي كلمتين على الوردات. بطانية. تمام؟ هنشوف نحن طبقات عضلية
متحدة في المركز، بس هدول الطبقات العضلية شو ميزتهم؟ إنه عدد المال بيتجاوز 3 إلى 5 طبقات فقط، تمام؟ بينما بالشريان بتكون ممكن توصل ل30 ل40 ل50، يعني المجال مفتوح، حنشوف إنه جداره كثير سميك. بينما الشريان ميزته إنه لأ، لما منتظمات خلايا بطنية، في عنا هون خلايا اللي هي عبارة عن سموس مصل 3-5 طبقات. الأدمنتشيا شو وضعها بالشريان بالأرتريول؟ بتكون كثير رقيقة أو ما لها موجودة. وبما أن الشريان بتوضع ضمن النسيج الضامن، نحن ما فينا نميز الأدمنتشيا بشكل واضح، لأن الأدمنتشيا هي عبارة عن كونكتيف تشو، تمام؟ البيليول، كيف بدنا نميز البيليول على الوريد؟ عرفنا صفات الوريد، ميديا الميديا بتكون رقيقة، كمان هي رقيقة، الأدمنتشيا هي مسيطرة. بينما بالبيليول شو ميزتها؟ حنشوف انه عبارة عن صف واحد، لمعة عبارة عن صف واحد من الخلايا البطانية، ميديا ما لها موجودة او موجودة طبقة وحيدة، تمام؟ حنشوف عادة بكون معبى بالدم، يعني غير ما حنشوف بالبينيول، تمام؟ هذه المحاضرات اللي حنشوفها. شريانين عرفتوهم، العضلي والإلاستيك. مقاطع القلب حنشوف مقطع بوريد، بشريان، وببينيول، تمام؟ هلا رح نروح نشوفهم على الكاميرا مشان تلحقوا تشوفون على